من بعيد تتراءى كتلة بناء تتمدد على مساحة واسعة من جبل الفريحات، حارة الرمل، واحدة من أشهر حارات ولاية عبري. يبهرك مرآها والمكان الذي تتربع عليه، لا تفصح عن مكنوناتها من النظرة الأولى، فعند التعمق في دهاليزها تكتشف أنك أمام حارات متعددة منفصلة بأسمائها ومبانيها متلاصقة مع بعضها، كل تأخذ اسمها من جزء الجبل الذي بنيت عليه. فجبل الفريحات له مسميات حسب موقعك منه، فقد تقف على جبل الشحشاح أو تكون في جبل الرمل أو جبل البطين، فاتخذت الحارات اسمها من هذه الجبال. حارة الرمل هي عبارة عن مجموعة من الحارات، تبدأ من حارة الشريعة اللي هي كانت سابقا مدخل الولاية، أقصد بالولاية اللي هي الولاية الداخلية العبرية، يعني خارج عبري، خارج مكان هذا كان يطلق عليه باسم القرى اللي هو في مثل العراقي، أدريز وهكذا، هذه تسمى عبري. مدخل عبري كان من الشريعة، تبدأ حارة الرمل من الشريعة، من حارة الشريعة إلى حتى نهاية حارة البطين، يعني هي مجموعة من الحارات يطلق عليها مجازا هكذا حارة الرمل، عبارة عن مجموعة من البيوت ربما يعود تاريخها إلى أكثر من 350 سنة حسب ما يرويه الأجداد الموجودين حاليا. هذه البيوت متلاصقة بعضها في بعض، الزائر لهذه البيوت أو لهذه الحارة يجد مدى التكافل الاجتماعي بين أهالي الحارة نظرا لتلاصق البيوت بعضها البعض. معظم البيوت الموجودة هنا هي مبنية من الطين، لا يوجد يمكن بيت أو بيتين فقط من مبنية من الجص، الطين لأنه يعني متوفر نظرا لقرب المزارع ويستخرج من المزارع والسهول الحصول عليه، فيخلط الطين مع التبن مع الحصى لتقويته. مميزة هذه الحارة أنها تقع على سفح الجبل، الجبل اللي خلفنا هذا جبل الفريحات، سميت حارة الرمل بهذا الاسم لأنها تقع في منطقة الرمل، ربما لأنه كان رمل، منطقة فيها رمل كثير بالنسبة لهبوب الرياح وتكاثف الرمل تحت الجبل، سموها حارة الرمل. فتجد حارة الشريعة وحارة البطين، كل حارة متصلة بأختها لتكون هذا المعمار الجميل المتجانس الذي انسحبت عليه صفة الرمل، فكانت حارة الحارات حارة الرمل التي تكتسي لونا يجعلها مندمجة مع محيطها الجغرافي. بيوت الحارة بسيطة في التصميم، تتكون عادة البيوت من صالة والتي يطلق عليها الدهريز، وهذا الدهريز يفضي إلى ما يسمى بالصفف أو الصفيف أو الصفة، الصفة هذه هي غرفة النوم. معظم البيوت يوجد فيها ما يسمى بالدرس، الدرس هو المكان الذي تربى فيه الأبقار. حارة الرمل من الحارات القديمة، كانت من أهم مراكز النشاط الاجتماعي والاقتصادي على مدى عقود عديدة في ولاية عبري تعتلي السفح، وقد يستقرئ المرء دلالة هذا المكان، فربما اختار لها الأولون هذا الجبل لما عرفوا من منعته تجاه عوامل الطبيعة والأنواء المناخية وضد من أراد بها سوءا، فهي من مرتفعها هذا تكشف مساحات واسعة من البيئة المحيطة وظهرها محمي بالجبل. الطابع العمراني لحارة الرمل يأخذ الطابع العماني الإسلامي من حيث بساطة البناء ووجود الأقواس والنقوش على الجدران وأسقف المنازل. نلاحظ في بيوت الحارة توجد فتحات، هذه الفتحات كل فتحة في البيت لها وظيفة وعمل معين. أولا ما يسمى بالممراق، وهي فتحة في الجدار تكون أعلى الجدار، هذه الفتحة وظيفتها تهوية البيت، بما أن الهواء البارد هو الهواء الأخف والذي يكون أعلى، فالهواء يدخل ما يسمى من المراق. توجد فتحة في سقف البيت
وتسمى الفرخة. هذه الفرخة وظيفتها تعمل كعمل مدخنة لخروج الدخان أثناء التدفية وإشعال الحطب. كذلك يتكون البيت العماني في حارة الرمل ما يسمى المسقط. المسقط هي فتحة كبيرة في الجدار وظيفتها التهوية ودخول أشعة الشمس، سقوط أشعة الشمس داخل البيت. كذلك توجد في الطراز العمراني العماني الروزنة، وهي فتحة يعني مغلقة من الخلف اللي كمرفع لوضع المقتنيات، بالإضافة إلى ما يسمى الوتد. الوتد هو لتعليق الأسلحة، الأدوات الزراعية، الملابس وهكذا. وهناك الدريشة وهي النافذة، ومعظم الدرايش أو النوافذ مصنوعة من الخشب. إذا دخلت الحارة من الشمال يستقبلك برج الشريعة، المدخل الرئيس من هذه الجهة، ويحرسها من جانب آخر برج الشحشاح. البناء التقليدي ومادة بنائه الأساسية الطين والحصى، والذي تغلب عليه البساطة وتلاحم البيوت والطرقات الضيقة، أهم سمات الحارة التي ترتفع بعض بيوتها لطابقين أو أكثر. تزينها الأبواب الخشبية العتيقة بتفاصيلها البسيطة، والنوافذ الواسعة المشرعة نحو الفضاء البعيد إضاءة وتهوية، وأقواس بطابع عماني مستوحى من فنون العمارة العربية والإسلامية التقليدية. أسقف المنازل أغلبها بجذوع النخيل وسعفها، تتزين بألوان زاهية يغلب عليها اللونان الأحمر والأبيض، مكونة نقوشا وزخارف تبعث في النفس بهجة وسكينة. سابقا كانت قوافل الجمال تخرج من هذه الحارة متوجهة إلى البريمي وإلى دبي وإلى النزوة، محملة بعض المنتوجات الزراعية التي تشتهر بها هذه الولاية، ثم تعود ببضائع أخرى. هذه الجمال كان يقودها المرحوم بطيء النخيلي، هو المعني بهذه القوافل اللي تخرج من هذه الحارة وترجع إلى هذه الحارة مرة ثانية، لأن هذه الحارة هي ربما نقدر نقول هي مركز المدينة في الولاية، وأكثر السكان ساكنين في هذه الحارة، وهي قريبة من السوق وقريبة من الحصن وقريبة من الفلج وقريبة من مزارع النخيل. تتوزع في الحارة العديد من المساجد، يستقبلك مسجد الشريعة، وفي وسطها مسجد القعقاع، وغير بعيد مسجد آخر هو مسجد السدرة. كانت مراكز نشاط ديني واجتماعي ومعاهد علم ومعرفة، تجاورها مجالس عامة يلتقي فيها أهالي الحارة في مناسباتهم واجتماعاتهم. من الشخصيات التي سكنت الحارة وارتبط اسمها بحارة الرمل على سبيل المثال وليس الحصر، لأن ما نقدر نحصيهم، هم الوالد المرحوم عبد الله بن سيف القمشوعي، كان رجل فقيه ومرجع كان الناس يرجعوا له في بعض مسائلهم الشرعية. كذلك كان هناك الوالد رحمة الله عليه حمد بن حمود الشكيلي، كان من الأشخاص الذي يرجع الناس إليه للصلح إذا صار في اختلاف وجهة نظر بينهم، كان يرجعوا له لكبر سنه في الحارة. كذلك الوالد علي بن راشد المقبالي رحمة الله عليه كان إمام مسجد الشريعة، اللي هو المسجد اللي في بداية الحارة ذكرناه من قبل. وهناك من الفقهاء عبد الله بن سليمان الإسماعيلي بن بركات، والمعلم علي بن سالم الغلابي الذي فتح مدرسة لتعليم القرآن الكريم، والوالد حمود بن حمد شكيلي بن جافور، كان من الأشخاص الذين يرجع إليهم الناس للصلح إذا صار بينهم اختلاف في وجهات نظر يرجعوا إليه. وكذلك هناك الوالد محمد بن هلال العزري وأخوه سالم وعبد الله
ومعهم المرحوم محمود بن إبراهيم الرئيسي. هؤلاء هم من فتحوا مدرسة، أول مدرسة تقريبا نظامية سميت مدرسة الإصلاح.